السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الخشاف اللي على الصبح، زي ما انتم شايفينه معايا اهو، وجميل وخفيف وكله طاقة بقى، طبعا كله بقى فواكه مجففة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتدوسوا على جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واكتبوا كومنت تحت لو عجبكم الفيديو من قناة اسمهان ابراهيم. النهاردة عملنا طريقة الخشاف. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نخش على الفيديو. هنقول بسم الله. النهاردة هيبقى معايا الخشاف. مقاديرنا عبارة عن بلح ناشف قطعه نصين كده اهو، شايله النوى منه، ومعايا تين مجفف، زبيب، قراصيا، مشمشيه، ومعايا هنا اهو نص لفه قمر الدين مقطعه كده صغير. وهنعمله بقى ايه على النار، اي حاجه بقى عندكم تحطوها. هنروح بقى على النار، هنقول هنعمل ايه. معايا هنا ميه بتغلي، هنزل بيها بقمر الدين بتاعي كده. ليه بقى؟ عشان اسرع ان هو يدوب معايا. تمام كده. طبعا الميه المغليه دي هيدوب فيها بسرعه. وهضيف اضافه شويه سكر على حسب الرغبه. طبعا كده المية السخنة دي بعد ما يغلي خالص ويدوب معايا هنزل بيها بالبلح عشان ناشف. البلح بقى ساعتها هيطرى معايا، وهنزل بالزبيب بس. بيدوب معايا اهو، هزود بقى شوية سكر على حسب كمية الطعم اللي انت بتحبوه. هقلب كده. في طريقة تانية ان انتوا بتنقعوه وتسيبوه. هو بصوا اهو هيبتدي ايه معايا اهو بيفك. طبعا ريحته قمر الدين خطيرة. لو حسيتوا بقى ايه انه ما دابش معاكوا كده، يعني انا هسيبه شوية ما دابش، تضربوه في الخلاط. داب معايا داب خالص اهو معايا. هنزل بقى بالبلح. واقلب. طبعا هو لسه سخن معايا، فالسخونية هضطر معايا البلح الناشف ده، لان ده ناشف قوي. وهنزل بقى بالزبيب. ليه؟ عشان الزبيب هينكش. حطيت البلح اهو. تمام كده. هو برد معايا شوية، فهنزل ببقية المقادير بقى اللي معايا. التين والقراصية والمشمشية. عندكم فواكه مجففة ممكن تحطوها، اي حاجة بقى ايه حابين تحطوها تحطوها. ده الخشاف اللي هو على السخن. كل طبعا الفاكهة دي بتنفش بقى من السخونية معايا، يبرد وتحطه في التلاجة، بيقعد 10 ايام ما بيحصلوش اي حاجة. وبكده بكون حلقة الخشاف خلصت معايا. الخشاف على السخن طبعا هيخلي الحاجة اللي احنا حطيناها كلها المجففة دي هتنفش معايا وتبقى حلوة. وبألف هنا وشفا عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.